the ratio changed if each of its two terms is multiplied. صباح الخير أبلة شوتي. تعال ولا بقول تعال. ده فصلك ها؟ أبلة شوتي بقول تبعي عايزك تاخديه معاكي في الفصل. خلي بالك منه ها؟ يلا خش على فصلك يلا. شكرا يا أبلة. قوم يا دنت. أيوة أنت أبو نضارة أنت. قوم خش اقعد مكان ولا بقول يلا. في إيه؟ إيه اللي بيحصل ده أنت جايباه منين؟ من أبو أتاتا الإعدادية بنين. أبو أتاتا؟ تصدقي فصلوه؟ والله العظيم أنت ست طيبة وأنا عارفة إن أنت هتاخديه وهتاخدي بالك منه. والله العظيم ده واد متفوق جدا يرضيك يعني السند جه عليه. لازم إدارة المدرسة تمضي على ورقه ويتوافق عليه. إدارة مين؟ بقول لك تابع وأنا دخلته المدرسة خلاص، يعني خلصانة خلاص. أي حبيبتي هو كده مش مسجل. مين ده اللي مش مسجل؟ ده إحنا لو فيشناه نلاقيه مسجل خطر أصلا. فيشنا انت بتقولي ايه؟ انا اقصد ان هو كده مش هيطلع له نتيجه امتحان، يعني السنه هتروح عليه، فاهماني؟ يا لهوي لا السنه تروح عليه. طب والعمل؟ هو لازم مدام شويكار او مستر كاظم حد منهم يمضي على ورقه عشان يتسجل. طب خلاص محلوله محلوله، خدي انت بس الواد راجع له في السريع كده اهو عشان يلحق مع زمايله وانا اروح حل المشكل ده واجي ماشي. مبسوطه يا صبوره؟ ميسا ممكن بعد اذنك تروح تشوفي وراكي ايه؟ ماشي يا ابله شوتي ماشي. Listen to me. No way طبعا. السمستر بدأ خلاص والعدد اللي احنا بناخده فل. انت بتتنك على ايه؟ ده الفصول يا اخويا عندكم فاضيه. ده انا بجيب لكم زباين بدل ما هي بتنش كده. شكرا. مش عايزين. يعني هو بولا يعني اللي هيسحب لنا المدرسه؟ بولا؟ هو ده اسمه ولا النيك نيم بتاعه؟ ولو ده قدام مش هينفع. انت مالك ومال اسمه؟ هو انت بتاخد بالاسامي؟ وبعدين بقول لك ايه؟ هو انت هتذلنا يعني عشان الام ده بتيجي من عندك؟ الواد هيخش يعني هيخش عشان تبقى عارف. يا بيسا في رولز هنا في المدرسه كلنا لازم نمشي عليها. ايوه الرولز دي بقى وانا ماشي عليها. اولا ما ينفعش يخش في نص السمستر، ثانيا ما عداش الانترفيو. طيب نص السمستر دي محلول لان الواد متفوق وهيحصل زمايله باذن الله. انا اصلا جايباه عشان في دماغي نفذ بيه اول جمهوريه. المشكله الثانيه بقى الانترفيو، لازم بيبقى في مقابله لكل طالب بيقدم هنا، بنقابله هو واهله. قعدة عرب يعني مش لازم. دخل الواد بس يا اخويا الاول وبعدين بقى نقعد القعدات اللي انت عايزها. مش هينفع يا بيسا، ما اقدرش اقبله من غير الانترفيو عشان ماما لو رجعت ورايا هتعمل لي مشكله. طب خلاص هجيبه لك هو وامه وابوه وكبير عيلتهم كمان من البلد لو عايز، بس ما تصغرنيش قدام ما عارف. اوكي لو الولد جينيوس ماله؟ لو عبقري ما عنديش مانع نكبر لنص السمستر، بس لازم الانترفيو الاول. امين. بكره يكون عندك هو اهل. جريت. مالك؟ عظيم. مالك اخويا مخنوق عليا كده ليه؟ مش عارف.